طيب من الناحية التاريخية وسيادتك يعني عندك تاريخ طويل في هذا الإطار، الإخوان دلوقتي خارج السلطة بإرادة شعبية حقيقية كانت موجودة في ثورة 30 من يونيو، كيف يفكرون؟ يعني بكاء على الماضي أو فيما يتعلق بأدبيات المحنة، خلي بالك كيف يكون التفكير؟ خلي بالك أكبر خطأ افتكر في جماعة الإخوان المسلمين هو أن أنت لديك طبقة من حقبة ورثة مشكلات الخمسينيات وإرث الستينيات بمحنة بإعدامات بخلافات مع السلطة هي التي سيطرت على تفكير الجماعة من فوق، اللي هي طبعا من الإخوان مش كل الإخوان. تمام. عندما وصل محمد مرسي إلى سدة الحكم في مصر في 2012 فأصبح كل تفكيرها إن هما كان قابوا قوسين أو أدنى من السلطة من 52 ل 54 ثم ل 56، فبالتالي هما مش محتاجين السلطة تهرب منهم مرة تانية. تمام. غير وارد على الإطلاق هذا الأمر. فلما وصل في 2012 لسدة الحكم هو لا يريد أن تختطف منه السلطة، فبيمارس كل ما هو يعزز من وجوده في السلطة. ولم يفكروا في إصلاح الدولة المصرية. فبالتالي ترتب على الأمر أن أصبحت الدولة في حالة عداء معه. تمام. فانتهى الأمر إلى خروجهم خارج السلطة. كيف يفكرون؟ كيف يفكرون حاليا؟ إذا أنت جماعة بترى أنها مكلومة واغتصبت منها السلطة ثم دخلت في رهان أنها ستستعيد السلطة ولم تستطع أن تستعيد السلطة، فهي بتتقوقع على ذاتها وبتنغلق على نفسها بمرور الوقت، ويترتب على ذلك أن حيبة فيها عندك طبقات يا إما متعاطفة جدا مع هؤلاء الذين دخلوا السجون، يا إما طبقة بترفض بصورة تدريجية فكرة العيش في محن إلى الأبد. وخصوصا أن في حاجة حصلت لدى جماعة الإخوان المسلمين كانت غير مسبوقة في تاريخ مصر، وهو أن المجلس العسكري في 2011 والقوة السياسية المصرية أتاحت لجماعة الإخوان لأول مرة الاعتراف الشرعي بوجودهم، صح، تكوين حزب سياسي، إصدار صحيفة وقناة تلفزيونية، وهو ما لم يتح لجماعة الإخوان في تاريخ مصر عبر التاريخ، سواء من المجلس من الجيش المصري أو حتى من القوى السياسية المختلفة. لكن لجمود فكر الجماعة، فكر الطبقة المسيطرة على الجماعة، المجلس الخاص، المجلس مكتب الإرشاد أو جزء من مكتب الإرشاد، لجمود هذا التفكير وانغلاقه ترتب على ذلك انشقاقات حتى من بعض القيادات التاريخية داخل الجماعة. وأبرز مثال على ذلك كمال الهلباوي. تمام. في حادث الترشيح محمد مرسي، كمال الهلباوي قدم استقالته من الجماعة، وهو من هو كمال الهلباوي؟ الشخص الذي أشرف على تأسيس التنظيم الدولي. عندنا قيادات معتلدة داخل جماعة الإخوان المسلمين خرجت خارج الجماعة نتيجة هذه التصرفات. لكن هتجد أن في المستقبل القريب، في بعد تخفيف مرور الزمن 6 أشهر سنة، هتجد ان في مراجعات فكرية لكل ما يدور داخل هذه الجماعة، من داخل الجماعة يؤدي الى انشقاقات حقيقية في جماعة الإخوان المسلمين قد تكون عاصفة ومؤثرة في تاريخ الجماعة. من واقع ما حدث، أنت ترى حتى الآن أن السياق الفكري المسيطر على قيادات الإخوان المسلمين سواء في الداخل أو الخارج هو نفسه ما كان قبل 30 من يونيو، أما أن هناك أمور في مرحلة إعادة التقييم مرة ثانية؟ لا أظن دلوقتي أن احنا في مرحلة إعادة التقييم عند جماعة الإخوان، لأن خلي بالك جماعة الإخوان بتشد جمهور أنصارها إلى فكرة الحشد المستمر. تمام. إذا انتهت مرحلة الحشد المستمر هتبتدي مرحلة المراجعات الفكرية عند الشباب. طيب يا فندم، هو حالة الحشد نفسها حتى في الشارع المصري أصبحت مختلفة، يعني عملت مراجعة بشكل أو بآخر. أنت لازم تفرق ما بين نوعين من الحشد، حشد ومعه تعاطف جماهيري. تمام. وحشد الجماعة بأنصارها فقط. لا، ما هو التعاطف الجماهيري أصبح حتى في الشارع المصري اختفى بشكل كبير أو لحد كبير. هتجد في البداية درجة من درجات التعاطف. خلي بالك ان عملية التظاهر مستمر، فانا بستنزف قوتي وبستنزف جماهيري وبستنزف المتعاطفين معايا وبخسر كل اسبوع. تمام. ودي واحدة من الاخطاء اللي وقعت فيها القوى الثورية بعد ثورة يناير. تمام. فلما جاء وقت الحقيقة اللي محتاج فعلا حاجة مرسي. بالظبط. ما لقيتش اللي انت عايزه. لم تجد الجمهور الذي يستطيع ان يساندك. نتيجة ان انت استنزفت قوتك خلاص انتهيت.
بعد انتهاء مرحلة الحشد والدخول في مرحلة الانتخابات البرلمانية، دستور في الانتخابات البرلمانية، وهيبقى في استحقاق رئاسي. هذه الصدمة الكبرى ستؤدي إلى خروج انشقاقات حقيقية في عصب هذه الجماعة، وهذا الخروج لن يكون من قيادات الجماعة، لأن قيادات الجماعة دي قيادات تكلست أفكارها ووقفت عند مستوى معين من الزمن. وهيبقى في حقيقة مؤداها أن هناك دولة مصرية معاصرة، وأن فكرة الخلافة واستعادة دولة الخلافة والدفاع عن الإسلام وما إلى ذلك وكل ما يثار في هذا الإطار. حتى جمال عبد الناصر اللي اتهموه الإخوان أن هو عدو ليهم، هو كان إسلامي أكثر من الإخوان. تمام. يعني جمال عبد الناصر هو أسس رابطة العالم الإسلامي اللي كان بيرأسها أنور السادات في الخمسينيات، هو اللي اشتغل على تحرير الأفارقة المسلمين وخلى المسلمين في أفريقيا لهم وزنة بعد ما كان المسلمين اللي كانوا بيحكموا أفريقيا قبل الحكمة الاستعمارية ما لهمش تمن، فأصبح الأفارقة المسلمين هم دايما مش بيبني الأفكار بتاعته على حقائق أو معلومات صحيحة، ولكن هو بيلتقط بعض الخيوط. هو الذي فتح الأزهر الشريف لآلاف آلاف الطلبة من أفريقيا وآسيا، وما زال الأمر مستمر حتى الآن، أنشأ إذاعة القرآن الكريم. وخلي بالك هو كان الشخص المصري التقليدي اللي بيصلي والأب اللي هو وسطية الإسلام بشكل أو بآخر، التقليدية المصرية. وخلي بالك دولة القرآن عبد الباسط والحصري وعبد الصمد وكبار المشايخ كانت الدولة بتتبناها متقدمة على أن القرآن ده سفير مصر. صح. فعصر عبد الناصر كان القرآن الكريم سفيرا لمصر في كل أنحاء العالم الإسلامي. طيب يعني سيادتك مؤلف كتاب مهم جدا، الاغتيالات السياسية، المحطات الأساسية بتتعرض فيها لهذا الكتاب قبل الوقت ما ينتهي؟ لا، هو الكتاب بيبتدي من أول بطرس باشا غالي واغتياله وتبعات ذلك على فكرة الفتنة الطائفية في مصر، وينتهي باغتيال أنور السادات في 81. ويمكن حادثة اغتيال الرئيس أنور السادات تستدعي التفكير كتير جدا في التدخل الغربي في عملية الاغتيال. لأن خلي بالك أنا أعتقد أن الغرب لم يكن ليأمن لأنور السادات كرئيس. الغرب ولا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب؟ الاثنين. الرئيس الذي يستطيع أن يتخذ قرار يستطيع أن يتخذ قرار المضاد. أكيد أكيد. الرئيس الذي يستطيع أن يتخذ قرار بأن يعقد معاهدة سلام يستطيع بعد تحرير الأرض أن يتخذ قرار بإلغاء المعاهدة. وخصوصا أن هناك استحقاقات غربية مترتبة على هذه المعاهدة تستلزم تنمية مصر وأن مصر تقف على رجليها اقتصاديا. هل كان الغرب على استعداد لدفع استحقاقات السلام لأنور السادات أم لم يكن على استعداد لدفع هذه الاستحقاقات؟ ده سؤال لازم يطرح في المرحلة الحالية. لأن إعادة تقييم علاقتنا بالغرب ضرورية جدا في هذه المرحلة. الغرب يبحث عن مصالحه المختلفة. أنا رأيي الشخصي أن المخابرات الغربية والأمريكية بصورة أساسية ساهمت في اغتيال السادات، وساهمت في اغتياله بتضخيم ما يسمى الإشاعة حتى. يعني إحنا في أواخر 81 في أيام السادات سمعنا كلام كتير جدا عن امتلاك السادات مزرعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان دي نوع من أنواع الإشاعات، أو أن السادات بيجيب أكل من بره مصر بالطيارة أو هذه الإشاعات. وفضلا عن الضغط على شخصية السادات عبر تهميشه بصورة كبيرة وعدم الضغط على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من العرب لفتح نافذة لأنور السادات، يثير علامات استفهام حوالين أن الغرب دفعا لاغتيال أنور السادات لم يشارك في الاغتيال. لأن هو طبيعة الغرب أنه بيهيئ الأجواء لعملية الاغتيال والتخلص من هذا الشخص، ثم تدفع العناصر الداخلية دفعا لعملية الاغتيال. ما أردت أن توضحه في هذا الكتاب بشكل حقيقي وحتى من العنوان، الاغتيالات السياسية بصورة عامة بتقوم على فكرة أن أنت في حالة ارتكاب جريمة سياسية باغتيال شخصية سياسية لا تؤدي في النهاية إلى ما هو أفضل منها، دائما تؤدي إلى ما هو أسوأ. وده اللي حدث مثلا في اغتيال بطرس باشا غالي. يعني كان سبب اغتيال بطرس باشا غالي هو فكرة مد امتياز قناة السويس، وبعد مفاوضات معاه والنخبة السياسية وصلت لاتفاق معاه ان مش هيتم مد امتياز قناة السويس. تمام. كويس. لكن بالرغم من ذلك الهوس اللي كان عند الشباب الوطني في الفترة ده ادى لاغتياله. هنروح لحادثة السر الستاك اللي ادت الان بقى مجموعة من الشباب الوطنيين دفعهم الانجليز بصورة غير مباشرة لعملية الاغتيال، لان السر الستاك كان ايرلندي.
ما كانش انجليزي. وفي الفترة دي كان الايرلنديين بيخوضوا معركة ضد الانجليز لتحرير ايرلندا. تمام. وكان السيلستات متعاطف مع الضباط المصريين. فالانجليز عايزين يتخلصوا منه وعايزين يتخلصوا بالمرة من سعد زغلول. فحصل اغتيال السيلستات وعملية كانت غير محسوبة سياسية. هنيجي لاغتيال النقراشي وغيره. طبعا اخوان لعبوا دور كبير جدا في عملية اغتيال النقراشي وابراهيم عبد الهادي وغيره من القيادات السياسية المصرية في فترة الاربعينيات وهي فترة الدم الاخواني بصورة اساسية. النقراشي عشان حضرتك تكون في الصورة, في مفاوضاته مع حسن البنا اثناء دفع الفدائيين الى فلسطين طلب من حسن البنا ان الفدائيين الاخواني يتدربوا في معسكرات الدولة المصرية. وحسن البنا رفض. ودي كانت نقطة نزاع, الدولة ام الجماعة. هنا الدولة اهم من الجماعة. ولكن فكر الاخوان كان مختلف. وخلي بالك الدولة في الفترة دي كانت بتستخدم جماعة الاخوان المسلمين كأداة. يعني الملك كان بيدفع للاخوان باستخدامهم ضد الوفد وضد الشيوعيين. كلعبة سياسية في الداخل يعني. يعني في النهاية هم أداة. طيب من قراءة سيرتك للتاريخ فيما يتعلق بالاغتيالات السياسية, ألا تستشعر أي جانب من جوانب التاريخ المختلفة على ما نعيشه حاليا على أرض الواقع؟ مش بتشم ريحة أي حاجة متعلقة بتاريخ الإخوان فيما يتعلق بالواقع؟ لا, هي القضية التي يجب أن تطرح على جماعة الإخوان بصورة صريحة. هل لديك تنظيم مسلح؟ إذا كان لديك تنظيم مسلح فمش هينفع تندمج في الدولة المصرية في الشعب المصري. فده سؤال محوري. نمرة اثنين, هل لديك تنظيم خاص؟ إذا لديك تنظيم خاص فأنت لا تصلح في الاندماج في المجتمع المصري. طيب يا فندم, هي الشواهد على أرض الواقع بتجيب على هذه الأسئلة بشكل أوضح؟ الشواهد بتجيب, فهذا ما يتطلب إذا إحنا عايزين ندمج جماعة الإخوان الموجودة بصورتها الحالية. بس أنا لا أظن إن الجماعة الموجودة بصورتها الحالية هتستمر. لأن الشواهد بتقول طبقا للتجارب التاريخية إن هيحصل انشقاق إن عاجلا أو آجلا بين من يؤمنون بالتنظيم الخاص والعمل المسلح وبين من يؤمنون بأن الدولة مقدمة على التنظيم وعلى أي شيء آخر في داخل جماعة الإخوان المسلمين. طيب فندم, بخلاف الأعداد التي تقال أن تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر, على أرض الواقع من خلال ما نراه فعليا على أرض الواقع, ترى أن تعاطف الشعبي مع الإخوان قل أم زاد؟ ترى أن الاستحقاقات الحقيقية فيما يتعلق بخريطة الطريق, الاستفتاء على الدستور, الانتخابات البرلمانية, الانتخابات الرئاسية, مدى تأثير حجم التعاطف الشعبي مع الإخوان هيكون إزاي؟ ده يعتمد على القوى السياسية اللي بتشتغل في الشارع. وانا رأيي ان احنا القوى السياسية المصرية في حاجة لمراجعة نفسها مرة تانية. لان القوى السياسية المصرية شغلة نفسها باشياء غير الشارع المصري. وده بيدي مساحة لجماعة الاخوان انها تتحرك جوه الشارع. زي ايه فندم؟ القوى السياسية شغلة نفسها بايه مختلف عن مطالب الشارع المصري؟ يعني انا رأيي ان القوى السياسية مش شغلة نفسها بمستقبل مصر بقدر ما هي شغلة نفسها بمستقبل الكراسي السياسية, توزيع التورتة. بالظبط, فكرة توزيع التورتة. خلي بالك لما جمال عبد الناصر جاي يحكم مصر اعتبروا مصر دي تورتاية. كويس. عشان يكسب اكبر شريحة ممكنة من الشعب قسم التورتاية دي على الناس. فيدى أساتذة الجامعة دول هنديكم مناصب وزارية ومحافظين. الشرطة نفس حكاية, الجيش نفس حكاية, القضاء نفس الحكاية. فمن يثبت ولاءه من هؤلاء بيبقى محافظ, بيبقى وزير. تمام. كويس. تمام. احنا في مرحلة في مصر دلوقتي بنعيد شبيهة, بنعيد تقسيم التورتاية. فكل مشغول بفكرة رئيس وزراء ورئيس دولة مشابه, لكن محدش مشغول ببناء احزاب سياسية داخل المجتمع المصري في كل الارياف والمدن تتعايش مع هموم الناس, تتعايش وتتفاعل وتبني كوادر سياسية جديدة. انا سعيد جدا بكل المعلومات وسعيد بتشريفك لنا في الاستوديو. بشكرك جدا دكتور خالد عزب, المدير التنفيذي للمشروعات بمكتبة الاسكندرية. شكرا جزيلا, شرفتنا في هذا الحوار. شكرا لك. بشكرك. مشاهدينا الكرام, لحد هنا انتهى وقتنا من القاهرة هذه الليلة. بكرة فريق عمل جديد وموضوعات جديدة, وحتى نلتقي بحضراتكم شكرا لكم وإلى اللقاء.